الكرام، أرحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج أكسترا اليوم. خلال حلقة النهاردة هيكون لنا حديث حول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الإستوني. أيضا هيكون لنا حديث حول تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة. أيضا هيكون لنا متابعة حول فعاليات المنتدى الحضري العالمي، وهيكون لنا قراءة في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفوز الرئيس دونالد ترامب. وأخيرا هيكون لنا حديث مع حضراتكم حول آخر تطورات الأزمة السياسية التي تتفاقم في جورجيا. على مدار ساعة إلا قليلا سأكون مع حضراتكم أنا نانسي نور، والبداية من استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الإستوني. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الإستوني ألر كارس الذي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى مصر، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة. تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذا التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد أكد الجانبان التزامهما بتطوير التعاون بما يرقى لتطلعات الشعبين الصديقين ويحقق مصالحهما المشتركة. كما تناول الرئيسان الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار والتهدئة في الإقليم، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان وإنفاذ المساعدات الإنسانية. واستعرض الزعيمان الأوضاع في البحر الأحمر والقرن الإفريقي والسودان وليبيا، إلى جانب عدد من الموضوعات الدولية وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكدا حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور في مختلف الموضوعات بما يدعم الأمن والاستقرار في الإقليم والعالم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المباحثات التي أجراها اليوم مع رئيس إستونيا ألر كارس أكدت على توافق الرؤى حول أهمية تكثيف العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر الاتحادية، أشار السيد الرئيس إلى رغبة مصر وإستونيا في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. اسمح لي أن أعرب عن سعادتي باستقبال فخامتكم في زيارتكم الرسمية الأولى لمصر على المستوى الثنائي وبالوفد المرافق لكم. هذه الزيارة التي تأتي وتعكس حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما خلال الفترة المقبلة واستثمار كافة الفرص الممكنة لبلوغ آفاق أرحب من التعاون. السيدات والسادة، إن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس كارس أكدت توافق الرؤى حول أهمية تكثيف العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين، فضلاً عن رغبتنا في تعميق علاقاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وهو الأمر الذي يعكس حرص فخامة الرئيس على اصطحاب وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السنيين لاستشراف فرص التعاون، لا سيما في قطاعات الطاقة والتعدين والتعليم والصناعات الغذائية، أسوة بالتعاون المتنامي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي الذي تحظى فيه إستونيا بخبرات متميزة.
هذا وأشار السيد الرئيس إلى التوافق على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية والزيارات الفنية بين مصر وإستونيا، معرباً عن الترحيب بدعم إستونيا المستمر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي للملفات ذات الأولوية بالنسبة لمصر. كان هناك توافق أيضاً خلال مباحثاتنا اليوم على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية والزيارات الفنية بين البلدين لإعطاء الدفع اللازم للعلاقات في مختلف المجالات ولبحث مجالات التعاون المتعددة، ومنها التدريب الفني والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وتطرقنا كذلك لسبل تعزيز التعاون الثلاثي في إفريقيا بما يحقق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف. وأكدت المباحثات أهمية تبادل الخبرات في ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وقد رحبت من جانبي باستمرار دعم إستونيا الصديقة للملفات ذات الأولوية بالنسبة لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وقال أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية صلب قضايا المنطقة، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية واسعة النطاق، وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كانت القضايا الإقليمية والملفات الدولية حاضرة بقوة خلال مباحثاتي مع فخامة الرئيس، وجاءت القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات الإقليمية التي تناولتها مع فخامتي، ذلك أن مصر تعتبرها صلب قضايا المنطقة، حيث استعرضت الجهود المصرية الحثيثة لوقف التصعيد الإسرائيلي غير المبرر والمتواصل في قطاع غزة ولبنان واتساع نطاق الهجمات الإسرائيلية ليشمل اليمن وسوريا. وأكدت أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية واسعة النطاق، وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 67 باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مباحثاته مع رئيس إستونيا تطرقت إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث توافقا على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتعامل مع تلك الأزمات وضرورة التوصل لحلول سلمية بشأن الصراعات القائمة وترسيخ السلام والاستقرار. كما تطرقنا خلال المباحثات إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها ليبيا وسوريا والسودان واليمن وأمن البحر الأحمر والأزمة الروسية الأوكرانية وملف الأمن الغذائي وأمن الطاقة، حيث توافقنا على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتعامل مع تلك الأزمات وضرورة التوصل لحلول سلمية بشأن الصراعات القائمة وترسيخ السلام والاستقرار. ختاما أعرب مجددا عن سعادتي باستقبالكم فخامة رئيس كارس، كما أجدد الإعراب عن تطلعي لتدعيم أواصر التعاون بين البلدين واستمرار تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية. للمزيد من النقاش عبر الهاتف بينضم إلينا الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذة نانسي، شكرا جزيلا على الاستضافة. بشكرك. بشكل عام أتحدث معك أو أبدأ معك بأهمية هذه الزيارة ودلالة توقيتها. طيب، يعني علشان بس يبقى ينطلق من نقطة صحيحة، الحقيقة أستاذة نانسي لابد نحن نؤكد على أمرين أساسيين. مصر دولة كبيرة ودولة مفتاحية في منطقتها وفي محيطها الإقليمي، وبالتالي كل القضايا المحيطة لابد أن تمر عبر مصر. صحيح. الحاجة الثانية، الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس السيسي هي دبلوماسية نشطة وفاعلة، وبالتالي حريصة على أن تشتبك مع كل الأطراف ومع كل القضايا لإثبات فعاليتها. ومن هنا نقدر نفسر يعني حرص الرئيس الإستوني على أن يزور القاهرة لأول مرة، في أول زيارة يزور فيها القاهرة، وأن يصطحب معه وفدا من كبار رجال الأعمال. ده في حد ذاته له دلالة كبيرة جدا أن مصر بيئة جاذبة للاستثمار، فيها العديد من التيسيرات والمحفزات والموارد المفتوحة للمستثمرين سواء كانوا عرب أو أجانب. ويمكن يعني رجال الأعمال الإستونيين هيفتحوا مشروعات كثيرة في مجالات متعددة ومستحدثة، يعني مجال الاتصالات، مجال تكنولوجيا المعلومات، مجال التحول الرقمي، مجال الذكاء الاصطناعي، مش بس المجالات التقليدية المعتادة. لا، أنت النهاردة بتفتحي يعني نافذة جديدة للتنمية المستدامة عن حق،
ويمكن كمان التعاون المشترك ما بين مصر وما بين إستونيا داخل القارة الإفريقية تأكيد على مكانة مصر في هذه القارة السمراء، بحكم أنه الولوج إلى القارة الإفريقية لن يكون إلا من خلال مصر وعبر بوابة مصر. يرتبط بالأمر تفضلي طيب، يعني خليني أستثمر مع حضرتك النقطة اللي حضرتك تفضلت بذكرها. الحقيقة أن النهاردة أكد السيد الرئيس خلال هذا اللقاء على أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر وأيضا للمنطقة كلها، وأنها حجر الاستقرار بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط. كيف تنظر إستونيا إلى الدور الذي تلعبه مصر في القضايا الإقليمية المتوترة والتحديات بشكل عام اللي بتمر بها المنطقة وعلى رأسها طبعا القضية الفلسطينية دكتور أيمن؟ طيب خليني أقول لحضرتك أنه يعني الدور المصري دايما في القضية الفلسطينية على وجه الخصوص غير قابل للمزايدة عليه، والدور المصري لا يمكن استبداله، ويمكن ده ثبت للعالم كله ومن بينه كمان إستونيا اللي بتثمن وتقدر هذا الدور المصري على كافة المستويات، لأنه مش بس من 7 أكتوبر لغاية النهاردة الدور المصري كان موجود، وحضرتك تعلمي لما منذ بدء هذه القضية وهذا الصراع ومصر تقف جنبا إلى جنب بحق الفلسطينيين لأنها تؤمن بمصداقية هذه القضية. نعم. يمكن الرئيس سيسي أكد على ثبات الموقف المصري بأن مصر تدعم الفلسطينيين، وأنه لابد من الوصول إلى حقن دماء الفلسطينيين، وأنه لابد أن نصل إلى وقف الإطلاق النار، ولابد أن نصل إلى خفض لهذا التصعيد الإقليمي اللي سببه الحقيقة استمرار العدوان الإسرائيلي اللي دخل عامه الثاني. ويمكن لقاءه مع الرئيس الإستوني أكد توافق وجهات النظر حول هذا الأمر. يعني إستونيا تنظر إلى الدور المصري بإيجابية، وتنظر إلى الدور المصري على أنه لا بديل له. ومن هنا يمكن مصر دايما في كل لقاءات الدبلوماسية تؤكد على ثبات موقفها واستدامته دعما للقضية الفلسطينية، صحيح، لأنها تنطلق من مصداقية هذه القضية وحق الفلسطينيين في أن تقام دولتهم على حدود 4 يونيو 1967. وده يمكن اللي أكده الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأنه القيادة السياسية المصرية تدرك جيدا أنه في تحركات من بعض الأطراف الدولية أنها تحاول أن تقزم القضية الفلسطينية لمجرد مساعدات إنسانية، في حين أنها قضية سياسية بامتياز. نعم، هي صحيح، قضية شعب مقاوم يبحث عن أرضه ويبحث عن دولته. طيب على الجانب الآخر، يعني يمكن حضرتك تفضلت بكلامك بأن مصر الحقيقة يعني داعم للسلام في المنطقة، وأن أي أزمة أو أي مشكلة في الشرق الأوسط يجب أيضا أن تمر على مصر ليكون لها يد في حلها. رئيس إستونيا قال أن مصر ليها دور كبير في صناعة السلام الدولي. كيف يمكن لإستونيا في إطار علاقتها مع مصر أن تدعم الجهود الرامية إلى ما يتعلق بتحقيق الاستقرار في المنطقة دكتور حسن؟ يعني تعلمين طبعا أنه يعني التشابك والتفاعل والتعاون المستمر بين مصر وبين أي طرف من بينهم طبعا إستونيا بيعزز الأدوار الساعية لصناعة السلام. النهاردة احنا نتحدث يا أستاذ نانسي عن صناعة السلام، لأن بؤر التوتر انتشرت انتشارا كبيرا. يمكن إستونيا متأثرة بدرجة كبيرة جدا بالصراع الروسي الأوكراني، والوضع في الشرق الأوسط متأثر بالقضية الفلسطينية والتوتر الحاصل والعدوان الإسرائيلي والأوضاع في ليبيا وفي السودان وفي غيرها. ومن هنا الحقيقة تسمين إستونيا للدور المصري في الاشتباك مع كل بؤر التوتر سواء في ليبيا في السودان في سوريا وغيرها، وبالتالي مصر تشترك في عملية صناعة السلام سواء من خلال التواصل مع الأطراف المختلفة، سواء من خلال الحشد في الفعاليات والمؤتمرات الدولية والمنتديات والمنظمات الدولية، ومصر لها ثقل وزخم كبير في هذا الإطار وتستطيع أن تقود الجهود الرامية لصناعة هذا السلام. كل ده الحقيقة بيؤشر إلى أنه الدبلوماسية المصرية هي دبلوماسية ناجحة، دبلوماسية فعالة قادرة على الاشتباك وقادرة على تقديم الحلول. المسألة ليست مرتبطة فقط بالاشتباك ولكن أيضا تقديم الحلول، ويمكن صحيح كثير جدا من الأطروحات المقدمة كانت أطروحات مصرية. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت إليه من تفاصيل. الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. ومشاهدينا الكرام، ننتقل معكم الآن للحديث عن المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث قال أن العالم يعيش فترة شديدة الصعوبة، فترة استثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عشرات السنين، وأن مصر ضد ما يحدث في لبنان واستهداف المدنيين. هذا وتابع
في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع. وقال أيضا أن الفترة القادمة لن يتم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرا إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن هناك سعر صرف مرن في مصر وتحقيق معدلات النمو. وتابع أن العالم يرى أن الدولة المصرية تسير في مسار إصلاحي سليم، وأكد أن عام 2024-25 هو عام التعافي. للمزيد من التفاصيل عبر الهاتف بينضم إلينا الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. أهلا بك يا فندم. مساء الخير أستاذة نانسي، تحياتي لحضرتك كل سادة مشاهدين. دكتور هشام، يمكن الدكتور مصطفى مدبولي كما تابعنا قال أن الدولة المصرية تسير في مسار إصلاحي سليم، عام 2024-25 هو عام التعافي. رأي حضرتك في هذا دكتور؟ بالتأكيد ما تخذ من قرارات إصلاحية سواء كان من جانب البنك المركزي أو من جانب الحكومة نتيجة طبيعية أنه هيكون في تصويب دي المصاد، وأنه مصر تجتاز الصعوبات البالغة اللي هي الجزء الأكبر منها كان ناتج من التوترات سواء كان في الإقليم أو على المستوى الدولي. مؤكد في ضغوط كبيرة للغاية هي واجهة الاقتصاد المصري، واجهة الاقتصاد العالمي ككل، لكن بالتأكيد الاقتصاد المصري هي تأثر بها بشكل مختلف، لأن احنا الحقيقة في منطقة ملتهبة للغاية، ومؤكد أنه التهديدات اللي كانت بتحدث في البحر الأحمر مأثرة على موارد مصر كان في قطاع السياحة وإطلاق قناة السويس أو غيره. ولكن الحقيقة اتخذ عدد من الخطوات، الحقيقة جزء مهم منها MB البنك المركزي، سواء كان من خلال إعطاء مرونة أكبر لسعر الصرف أو دفع سعر فايدة لامتصاص موجة التضخم الكبير اللي واجهت الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين على وجه التحديد. والنتائج مبشرة، لأن احنا الحقيقة معدل التضخم اللي كان بيتجاوز 40%، احنا حاليا نتحدث عن معدل التضخم تقريبا في حدود في المتوسط 25%، ونتوقع أن يتجه لمزيد من الانخفاض خلال الأشهر القادمة. وبالتالي الجزء الصعب اللي واجه الاقتصاد المصري واللي واجه المواطنين ايضا من خلال موجة ارتفاع الاسعار، اتصور انه هذه الفترة الصعبة اللي هي اجتازها الاقتصاد المصري واجتازها ايضا وتقبلها المواطن. وبالتالي ما نتوقعه خلال مع بداية عام 2025 هيكون في استقرار على المستوى الداخلي، وهيكون اللي هي موجة ارتفاع الاسعار هتكون خلاص انتهت، وبالعكس نحن نتجه لانخفاض في الاسعار خلال الفترات القادمه، لانه يمكن الحقيقه وفقا لتوجيهات السيد الرئيس للحكومه انه نتمهل في اتخاذ خطوات صحيح. اخرى، وبالتالي الحكومه الحقيقه ملتزمه بهذا الامر، وده الحقيقه ما تم التوافق عليه فيما بين طيب. مدير صندوق النقد والحكومه المصريه. اتكلم ايضا مع حضرتك دكتور لو سمحت لي في نقطه شديده الاهميه والحقيقه بتهم المواطن المصري بشكل كبير، حديث رئيس الوزراء بأن الدولة لن تتخذ أي قرارات من شأنها إضافة أي أعباء جديدة عن المواطنين. كما أشرنا أن الحقيقة التوجيه السيد الرئيس والحقيقة لم يخفي بل أعلنوا على الجميع، ويمكن الحقيقة توجيهات السيد الرئيس للحكومة واضحة، واتخذ أتصور أنه في اتخذ توجه عام من جانب الحكومة ككل أنه ما فيش أي مزيد من الضغوط على المواطن خلال الفترات القادمة، و نترك فرصة لمعدل التضخم كي ينخفض بشكل أفضل. وماذا يعني أن هناك سعر صرف مرن في مصر وأن تم تحقيق معدلات النمو دكتور هشام؟ ما يتعلق بسعر الصرف، الحقيقة البنك المركزي أعلن سياسة واضحة وأنه في مرونة لسعر الصرف يتحرك وفقا لآلية العد والطلق، وفكرة أنه أو الشائعات اللي هي تم الترويج لها خلال الأسابيع الأخيرة أنه في أي تخفيض آخر لسعر العملة، هي هذا لسنا في حاجة إليه لسبب بسيط، لأنه سعر الصرف المالي بيتحرك وإحنا هي بنشهد تحرك صحيح طفيفة لكن في تحرك على لسعر الصرف في التداول، وبالتالي انه صعود سعر الصرف او انخفاضه يجب ان يكون امر طبيعي ويتقبله الجميع سواء كان مؤسسات او شركات او حتى افراد. وبالتالي لسنا في حاجه لمزيد من تخفيض قيمه العمله، لانه ده بيحدث قد يحدث تخفيض لقيمه العمله وقد يكون هناك في مسار اخر لرفع قيمه العمله، ده هيبقى اللي بيحدده اليات العرض والطلب. وبالتالي الحقيقه اتصور انه الجزء الصعب من الحقيقة القرارات الإصلاحية تم اتخاذه، وأتصور أنه يمكن
مع بداية العام القادم 2025 هيكون في اتجاه آخر للبنك المركزي من خلال تخفيض أسعار الفائدة، وبالتالي تخف الضغوط على المؤسسات والشركات وعلى المواطنين. أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لكل ما تفضلت إليه من تفاصيل. والآن مشاهدينا ننتقل مع حضراتكم للحديث عن فعاليات المنتدى الحضري العالمي. اسمحوا لي هنا من القاهرة عاصمة الحضارة وعاصمة التاريخ وعاصمة السلام أن نفتتح المنتدى الحضري العالمي 12 بالتوفيق إن شاء الله. وصل المنتدى الحضري العالمي فعالياته لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعدة جلسات متنوعة في مقدمتها جلسة حول تعزيز التخطيط والتنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية الحالية، حيث افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 بجلسة حوارية مهمة حول توطين تمويل أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي. هذا وأكدت خلال حديثها أن موضوع الجلسة الحوارية يحمل أهمية كبيرة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التنمية الحضرية المستدامة ليس فقط في مصر بل في العالم أجمع. ومن المقرر أن يضم المنتدى الحضري العالمي ما يقرب من 600 حدث تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في معالجة أزمة الإسكان العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة وحالات الطوارئ المناخية. وتشمل أبرز الأحداث حوارات رفيعة المستوى. على كل حال، المزيد من النقاش عبر الهاتف بتنضم إلينا الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة نانسي ومتابعينك الكرام. يعني المنتدى الحضري العالمي بيواصل فعالياته لليوم الثالث على التوالي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية افتتحت بالفعل أولى جلسات اليوم بالجلسة الحوارية تحت عنوان توطين تمويل أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلية. خليني أبدأ كلامي مع حضرتك عن هذه الجلسة، أهميتها أو تفسير الحقيقة لعنوانها. لا شك أننا نقدم اللغة الآمنة للعالم في كيفية نسج الحلول المحلية في طريقنا إلى العالمية. الحقيقة احنا قدمنا نموذج ملهم للعالم في التصدي للتغيرات المناخية، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي، بل ربطنا الحقيقة المناخ والعمل المناخي بتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كان هناك حرص من الدولة المصرية بمجموعة عمل رفيع المستوى على تقديم رؤى وتفاهمات وحلول جديدة وجدية من خلال المبادرات الذكية الخضراء. لا شك ان احنا بنقدم نموذج ناجح يا أستاذة نانسي في الارتقاء بحياة الإنسان، فصوت عاقل في وسط كل هذه التوترات المشحونة عالميا. الأفكار الإبداعية الملهمة اللي قدمها الشباب اللي احنا الحقيقة قدنا له الآفاق الواسعة للعمل في هذا المجال، قدم لنا الحقيقة أفكار ونهج إبداعي ملهم ونموذج للمشروعات الخضراء سواء على المستوى المحلي أو العالمي. المهم في هذه الجلسة وما تحدثت عنه أيضا رئيسة المنتدى أو هذا العام أنا كولوجيا، وهي تتحدث عن أن قوة الشراكات المحلية في التصدي للتحديات قوة كبيرة جدا. إحنا عرضنا من خلالها قوة النموذج المصري للمشروعات الخضراء على المستوى المحلي والعالمي، وكيف أننا اهتمينا بكل القضايا الحيوية كالطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات والنقل منخفض الكربون على الحيز الجغرافي جمهورية مصر العربية. نعم. والحقيقة النموذج ده أستاذة نانسي عايزين، لأن فيه ملمح مهم جدا قدموه شبابنا
اليوم من خلال المائدة المستديرة، بمعنى ان احنا قدمنا نموذج محلي يصلح للعالمية من خلال ابراز دور الشباب للقيادة لهذه المبادرات، لان الحقيقة الشباب فعلوا وثيقة على مستوى محافظات مصر كلها على الحيز الجغرافي لجمهورية مصر العربية، ووضعوا فيها أفكار إبداعية وملهمة، وستأخذها رئيسة المنتدى إلى المفوضية يعني المسؤولة عن ملف سياسة المناخ ليحضروا بكوب 29 في باكو في أذربيجان في خلال هذا الشهر الحالي. فاحنا بنقدم كمان نموذج مقترح ورؤى وتفاهمات شباب المصري المبدع والملهم في تجربة التغيرات المناخية والحلول اللي بيقدموها للعالم كله. جمعية سياسة المناخ اهتمت بهذا التفعيل الملهم للشباب المصري اللي كان على أحد الجداريات مكتوب ماذا تريد أن ترى في مدينتك. لا. الحقيقة هناك نقطتين مهمتين لا يجب ألا نغفلهم في حديثنا. إن الحقيقة الأمر الأهم إن إحنا فعلا بننفذ هذا الشعار، كل شيء يبدأ محليا. الأمر الآخر أن المنتزه فعلا بيمثل تحالف كبير لدعم التغيير التحويلي نحو تعزيز التعاون والتآزر بين جميع المشاركين في هذه النهضة الحضرية المستدامة. نعم. الأمر الأهم كمان إن إحنا كيف نجعل مدننا أكثر استدامة في المرحلة القادمة ونأخذ العالم معنا. أصبحت مصر هي اللي بتقدم النموذج العالمي اللي يجب أن يحتذى به. ولم ننسى في خلال هذه الرحلة يا أستاذة نانسي أمر هام جدا، وهو إحياء القاهرة التاريخية من خلال هذا المنتدى، لأن نعم. إحنا عرضنا أهم ما يحدث في هذا الملف الواعد الذي يحتوي على محورين مهمين جدا. محور إعادة الاهتمام بالتراث التاريخي، وأيضا إعادة التعمير والتطوير فيه، وده أمر مهم جدا للحفاظ على قاهرة التي تعدت 1000 عام. شهادة ثقة جديدة من العالم في نظرة مصر نحو ملف التغيرات المناخية، ونموذج الحقيقة يقدم إلى العالم دولة تسير في مسارات متوازية ليس لا يوجد بها أي تعارض. طيب دعيني أستثمر الوقت المتبقي معك دكتورة وفاء في السؤال عن الاستثمارات وأهمية هذا المنتدى وعقده في مصر لهذا العام على عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة في الداخل المصري وجذب مزيد أو مزيد من الاستثمارات الخارجية. لا شك أن دبلوماسية البنية التحتية المصرية وملفها الواعد في الاقتصاد الدوار والطاقة المتجددة، وطبعا محور قناة السويس تتحدث عن نفسها. الصورة تتكلم يا أستاذة نانسي، الملفات جاهزة، بمعنى أن التوقيت في توقيته، إدارة الجاهزية بمعناها كل ملف يعني الحقيقة يتحوز على الوقت الذي يضمن به تحقيق استثمارات، بمعنى أصبح الشغل الشاغل لكل المجتمعين على هذه المنصة رفيعة المستوى. نعم. هو الهدف الأمثل، وهو زيادة حجم الاستثمارات في الملفات. نعم. الواعدة بالنسبة لقضية التغيرات المناخية. صحيح. لأن الحل لن يكون أحاديا أبدا. بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد، كنت ضيفتي عبر الهاتف. شكرا جزيلا لحضرتك على كل ما تفضلت إليه من تفاصيل. ننتقل مع حضراتكم للحديث عن الانتخابات الأمريكية، حيث أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه على منافسته الديمقراطية كاميلا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024. أشارت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية والكونغرس إلى حصول الرئيس الأمريكي الفائز دونالد ترامب على 267 صوتا مقابل 216 صوتا فقط لكاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي السابق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأكد أن انتصاره يعني توافق سياسي تاريخي بالولايات المتحدة الأمريكية، وقال أنه سيجعل أمريكا عظيمة مجددا من خلال جيش قوي، ليس لبداية الحروب بل لنهايتها. وقال أيضا أنه سيقوم بتوفير فرص عمل وسيسعى لخفض الضرائب وغلق الحدود أمام المجرمين على حد تعبيره. عبر الهاتف للنقاش بينضم إلينا الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للسياسات للدراسات السياسية. أهلا بك يا دكتور. تحياتي. أهلا وسهلا. إذن فوز ترامب على هاريس، كيف ترى هذا الفوز الذي حققه ترامب يا دكتور؟ طبعا
بعد التحية يمكن البعض يقول أنه كان فوز متوقع، والبعض الآخر يقول أنه كان مخاض عسير، لكن في كل الأحوال أتخيل أن فوز ترامب يمكن كان متوقع من جانب كبير جدا من المحللين السياسيين، خاصة طبعا أن الرجل دي خبرة سياسية، وهو طبعا له خبرة سابقة فيما يتعلق من 2016 ل2020، وأيضا حقق إنجازات على مستوى الاقتصاد الأمريكي، في حين أن كاميلا هاريس يمكن لم تقدم نفسها للمجتمع الأمريكي، حتى أن البعض لم يكن يعرف اسمها إلا من خلال اعتمادها كمرشح بديل لجو بايدن عندما تخلى عن الرئاسة. لكن أنا أعتقد طبعا أن فترة دونالد ترامب المقبلة ستكون فترة مختلفة عن الفترة السابقة، البعض يقول بأنها ستكون تكرار، لكن أعتقد طبعا أن الظروف الدولية الراهنة إضافة طبعا إلى ما يتعلق بأحداث الشرق الأوسط وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة طبعا إلى مسألة الصين، كلها أمور أعتقد أنها تمثل يمكن محددات أو ركائز لتوجهاته المستقبلية لإدارة طبعا دونالد ترامب، إضافة طبعا إلى ما يتعلق حتى بالداخل الأمريكي، نتحدث عن إعادة ترتيب البيت الأمريكي، نتحدث أيضا عن إعادة هيبة أمريكا كما قال دونالد ترامب بنفسه، إضافة طبعا إلى الخسائر الاقتصادية التي مني بها جو بايدن نتيجة طبعا إنفاقه مليارات خلال فترات. والحقيقة هذه نقطة مهمة والكل يتساءل فيها، العالم كيف يرى هذا الفوز من ناحية التأثير الاقتصادي العالمي بشكل عام؟ يعني أتخيل طبعا أن دونالد ترامب بصفة أنه رجل اقتصاد في الأساس، إضافة طبعا إلى قدراته على تحقيق يمكن مكاسب اقتصادية خلال الفترة الماضية، كلها أمور يمكن تثبت أن دونالد ترامب قادر على إعادة نفس السيناريو، يمكن يكون له وجهة نظر اقتصادية فيما يتعلق ببعض السياسات الاقتصادية، لكن الخوف أو الخشية من تأثير الحرب الاقتصادية مع الصين على المسائل الخاصة طبعا بالاقتصاد العالمي، سواء منها ما يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة، إضافة طبعا إلى تداعيات الشرق الأوسط، أيضا نتحدث عن يمكن الحرب، اتساع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، أو السيناريو الأسوأ مسألة الانفتاح على ما بين إسرائيل وإيران، وطبعا هذا سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضخم في أسعار النفط، مما طبعا يؤثر على الاقتصاد العالمي. إذن كلها أمور مرهونة بقدرة دونالد ترامب على الضبط الاقتصادي، وأيضا على القدرة على التحكم في المسار الاقتصادي سواء الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى على الصعيد الدولي، وتحديدا كما أشرت مع الصين. على الصعيد الدولي يعني، وعلى ذكر الصين يا دكتور، من هم الخاسرون من فوز ترامب دوليا؟ أعتقد طبعا الصين، يعني طبعا لأن دونالد ترامب أعلن بأن الصين سيكون لها حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال فوزه، إضافة طبعا إلى أن روسيا ربما هي ليست أكثر الخاسرين، بمعنى أن روسيا يمكن تعهد دونالد ترامب بأنه سينهي هذه الجدلية العسكرية، وبالتالي فأنا أعتقد أن الخاسر أيضا أوكرانيا وليس روسيا، لأن طبعا الإنفاق المالي والإمداد اللوجستي الكبير الذي كان ينفق خلال سنوات جو بايدن على أوكرانيا سيتقلص كثيرا، ربما حتى ينخفض بنسبة كبيرة جدا في عهد دونالد ترامب، وبالتالي طبعا الأمور كلها طبعا نعلم جدا أن سياسة دونالد ترامب هي أمريكا لمن يدفع أو أمريكا مستعدة لحماية من يدفع، كلها أمور طبعا تشير في النهاية إلى أن الخاسر سواء الصين أو حتى أوكرانيا، حتى أن البعض يستغرب أو يتعجب من مسألة أن أوكرانيا هي أحد الخاسرين أو أحد طبعا يمكن الذين حزنوا لفوز دونالد ترامب، لكن في النهاية طبعا هي يمكن مسارات أو مسافات الانتخابات الأمريكية، وتخيل طبعا أن الفترة المقبلة كما أشرنا هي التي ستحدد وأيضا ستؤثر للفترة المستقبلية دونالد ترامب، ولا ننسى شيء أن دونالد ترامب لا يمكن التوقع معه، بمعنى أن هذا الرجل طبعا فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والنواحي السياسية من الممكن أن يصدر قرار في يوم ثم يعدله في يوم آخر، بالتالي فمسألة السيناريوهات المستقبلية ترتبط ب يمكن الظروف الآنية كما يقال وليس الظروف المستقبلية لدونالد ترامب. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت إليه من تفاصيل، الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا الكرام، بهذا تكون انتهت هذه الساعة من إكسترا اليوم، أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، كنت معكم خلال هذه الساعة نانسي نور، وإلى اللقاء.